والبعض يقول علي ويتهم علي سلام الله عليه بأنه لم يكن سياسيا محنكا أو بارعا، ولو أنه كذلك اتقن فن السياسة وغلب معاوية. يعني هذه السبة وهذه التهمة ومظلومية عظيمة أخرى تضاف إلى مظلومية يعني لمظالم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. علي بن أبي طالب كأنما هكذا نفس الشيء عندما قالوا علي بن أبي طالب شجاع لكن ما له دراية بالحرب، هذا شجاع لكن بالحروب ما يعرف شلون يعني خطط حربية وكذا، يعني هو مارسها أقل من 20 ولا يقول لهم ويحكم يعني أنتم تعلم أنا مارستها إنه الحرب قبل يعني هكذا يعني تقريبا أو إجمالا لم أبلغ 20 وأنا ناهزت 60. تقولون على ابن أبي طالب ما عاد مراس في الحروب، هكذا يقولون على ابن أبي طالب كأنما لم يكن سياسيا. بالعكس نعطي أدلة الذي لم يكن سياسيا يصل إليها أو لا يصل لتتضح الصورة، لا نكون عاطفيين نقول علي سياسي وهذا انتهى الأمر. لا، معاوية عنده دهاء مكر ودهاء، علي بن أبي طالب له سياسة. طبعاً علي بن لو لم يكن سياسياً هكذا إذا كان يعني بين قوسين يعني فاشل قيادياً، وشنو الفشل السياسي؟ عدم القدرة السياسية، يكون فاشل بالقيادة. إذن لماذا لم يسقطه معاوية الماهر السياسي والحاذق السياسي عسكرياً؟ كانت الجبهة مفتوحة أن تكون مفتوحة، لم يستطع إسقاطه عسكرياً. إذن قاعدة عسكرية قوية، من الذي يستطيع أن يشكل قاعدة عسكرية قوية إن لم يكن سياسيا؟ أو واحد سوى أمير اثنين لا لم يكن سياسي يسقط. نعم، إذا لم يكن سياسي لا يستطيع. هل هنالك قائد فاشل سياسيا يستطيع يعني إجراء حروب وحروب مع داهية سياسي مؤكد لا وينتصر عليه؟ لا مؤكد لا. طرف آخر نسير خطوة أخرى، الفاشل السياسي، القائد الفاشل السياسي مع وجود دعم ضد هذا الفشل، لماذا لم تسقطه الجماهير؟ يعني مو عدوان عسكري إنما الجماهير لماذا لم تسقطه وهم يعلمون أنه لا يستخدم القوة كما أسلفنا؟ هل يبقى له محور للبقاء أم يزال؟ يزاح صح لا زين. بعد الـ يعني الفاشل السياسي أنت تريد السقطة هكذا تدعي، لماذا ضاقت بك السبل والحيل ضد هذا الفاشل السياسي مما اضطررت إلى قتله غيلة وعملت المؤامرات؟ لماذا؟ هل هنالك فاشل سياسي بهذا الاتجاه؟ زين، خطوة أخرى يعني دليل فشل معاوية الذريع هو أصلا الفاشل السياسي، هو أنت الفاشل السياسي وليس يعني. خطوة أخرى، دولة لا ترغب بك، يعني قلوبهم شتى، رغائبهم شتى، النفاق كثير فيها، رؤساء العشائر قد مالوا، يعني كلهم قد جلبهم إلى حضيرته معاوية، لم يجلبهم بالأقدام فقلوبهم قلوبهم كانت مع معاوية. هذا الظرف الطارئ يعني اللي خلينا نقول المؤامرات يعني في الحرب وهنالك تآمر، هل يستطيع ضمن هذه الظروف، سؤال، هل تستطيع وأنت فاشل سياسيا مع عدم وجود الأدوات المستحكمة هل تستطيع أن تشكل جيشا منظومة عسكرية؟ هذا أتكلم بعد صفين، يعني بعد الحرب، بعد حرب الأولى من صفين حرب، وبعدين عد الإمام أمير المؤمنين جيشا آخر لمقارعة معاوية الذي لا توجد له هذه الأدوات لأن يعد جيشا، باعتبار هذه ذكرناها الأسباب، كيف استطاع أن يهيئ جيشا قوامه يعني أقل الروايات تقول هكذا 40,000؟ سؤالي فاشل سياسي ودخل ثلاث حروب وأنت يا معاوية بعد خاصة بعد حرب صفين فعلت الأفاعيل وعطيت العطيات والهبات وفعلت المؤامرات،
لكن رغم هذا الوجود العبثي عندك أو هذا الوجود الذي المخرب، استطاع أمير المؤمنين أن يشكل أو يهيكل جيشا قوامه 40,000 فاشل سياسي مؤكد لا. زين، خطوة أخرى. نعم، أمير المؤمنين لو لم يكن سياسيا لانتهى أمره منذ شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعطي دليل، دليل عملي. بعد شهادة رسول الله، استمع إلى ما يقوله أمير المؤمنين: اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفوا إنائي وأجمعوا على منازعة قريش حق وأجمعوا على منازعة حقا كنت أولى به من غيري، وقالوا ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه، فاصبر مغموما. التفت على هذا الكلام: فاصبر مغموما أو مت متأسفا. فنظرت، هاي نظرة سياسية، نعم نعم، لكن سياسة الله وليس سياسة الشيطان. فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد، النظرة السياسي المحنك، نعم، إلا أهل بيتي. ماذا يفعل هذا السياسي اللي يدعون فشله في السياسة بهذه الأدوات؟ له حركة سياسية. فظننت بهم، يعني ما انطيتهم، أكو مؤامرة إلى القضاء على أهل البيت، وبالتالي القضاء على أهل البيت ماذا يستدعي؟ ما هي توابعه؟ القضاء على الإسلام. فظننت بهم عن المنية، شنو المنية؟ الموت، القتل. فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجا، وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم، وآلم للقلب من خزي الشفار حد السيف.